وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج اليوم حلوه ومره. اليوم في لكم انه اليوم الحلا زايد عن اللزوم لانه الشيف رمسي رح يعلمنا كيفيه تحضير الموس او الشوكولا، وغلوريا حداد وتشوب كرزل رح يخبرونا اكثر عن مسابقه السيو بيوتي كونتست. واليوم راشيل خليل حليق رح تحكينا عن كتاب بعنوان لامور دير تريزون لفريدريك بيكبدير. ونبدأ حلقتنا مع ضيفنا المؤلف والمخرج مروان الرحباني.